السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين الأفاضل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة اقتصادية وسهلة وبسيطة والمكونات ديالها متوفرة في كل بيت، اللي هي كتحضر بصفار البيض المسلوق ولا المحل تاع البيض المسلوق. احنا عادة كنحضروا أي حلوة بالبيض العادي، هذه الحلوة غادي نحضروها بالبيض المسلوق. إذا كما تلاحظوا معايا المقادير هنايا راها مقادير بسيطة جدا. إذا كنحتاجوا 3 تاع صفار البيض مسلوقين، كنحتاجو نص كاس نتاع الزيت، وكنحتاجو نص كاس نتاع السكر السكر الخشن، وكنحتاجو 125 غرام نتاع الزبدة، ونص ساشية ديال الخمارة ديال الحلوة. يعني هنايا عندي 7 غرام، يعني نحتاجو 3.5 غرام. وبالنسبة للدقيق نص كيلو. إذا هنا غادي نحضر كمية ديال نص كيلو، ثم إلا بغيتو تحضرو كمية كبيرة يعني تضاعفو الكمية، يعني إلا بغيتو ديرو كيلو ديال الطحين غادي تضاعفو هاد الكمية باستثناء صفار البيض. إذا درتو كيلو يعني استعملوا 4 ديال صفار البيض، الا كان البيض كبير كان البيض صغير ديروا 5. هذا بالنسبه للحلوه ديالنا. اما بالنسبه للزيان غادي نحتاجوا الشوكولاته، سواء الشوكولاته السوداء ولا الشوكولاته البيضاء على حسب شنو كتفضلوا. وكنحتاجوا الكوفريت الباستا المعروفه بالباستا. انا هنا غادي نستعمل المذاق نتاع فاني، كلكم استعملوا ديال الشوكولات ولا ديال الفريز. هذا بالنسبه للزيان. اذا غادي نبداو على بركه الله وغادي نحضروا الحلوه ديالنا. اذا اخواتي غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كنديروا واحد القويصه ديال الملح، اذا ضروري الملح ما نديروها في اي حلوه. وغادي ناخذوا ديك الزبده ديالنا، من الاحسن نكونوا مخرجينها من الثلاجه فوق يعني قبل ما نبداو، باش كتجينا سهله في التحضير وتكون لينه. اذا هذا الصفار ديال البيض غادي ناخذو حتى هو وغادي نضيفو ليها، وغادي نحاولو نديرو السكر حتى هو نص كاس نتاع السكر. وغادي نبداو دابا كنخلطو في هاد المكونات هادي. اذا الصفار ديال البيض من الاحسن يكون طري باش ما يجيكمش محبب في الوسط نتاع الحلوه. اذا كنخلطوهم، اذا تشوفوا الا كانت زبده لينه يعني ما كتجيكم ساهله بزاف، ما كتاخذ لكمش وقت طويل. وغادي نزيدو دابا الزيت، نص كاس نتاع الزيت، وكنخلطوهم كاملين حتى نحصلوا على واحد البومه. تجي زوينه بزاف هكا دوزات اتاي، ولا مع كويس ديال القهوه هكا في الصباح من بعد الفطور كيعجبو الحلاوه في الصباح. وممكن لكم تحتفظوا بها في الثلاجه، يعني اي حاجه فيها الزبده الا وتدوم في الثلاجه مده طويله، وكتجي حتى في الشكل ديالها والمنظر ديالها تجي هميه، ما يعني كتجي زوينه بزاف. اذا صافي بعد ما تجانسوا دابا غادي نبداو نزيدوا الطحين، وغادي نديروا الخميره ديال الحلوه ديالنا. اذا نتاكدوا بان داك الحبيبات ديال البيض كلهم تخلطوا مزيان. خلي لي هذا ماما. دابا غادي نبداو نزيدو الطحين بشويه بشويه. اذا الطحين خصو يكون مغربل، اذا حنا حاجتنا في واحد العجينه اللي تكون لينه، يعني ما نقصحوش العجينه. اذا كنديرو غير نص ديال الخميره، ما كنديروهاش كامله. كنبقاو نزيدو الدقيق بشويه بشويه، ما كنديروهش دفعه واحده، يعني داك نص كيلو. ومن الاحسن تستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات، تيكون رطب وتيكون ابيض. نصبغي شي شويه. اذا اخواتي بعد ما شكلنا العجين ديالنا راه خصو يكون واحد العجين اللي هو لين بزاف، يكون ما تكونش العجينه قاصحه باش كتجينا هشيشه فاش كطيب. اذا قبل ما غادي نبدا نشكل هاد الحلوه ديالي غادي نشعل الفران، خصو يكون فران مسخنه. اذا غادي نبداو نشكلوها. اذا اللاطه ديالنا ما نحتاجوش ندهنوها لحقاش الحلوه ديالنا فيها الزبده. اذا غادي نشكلوها هكا وغادي نصفوها في اللاطه. هنا
يمكن لكم تشكلوها على شكل هلاليات، على شكل بشكل طولي، يمكن لكم تستعملوا الكواركات ديال الحلوه وديروها فيها، يعني باي طريقه درتوها الا وتجي زوينه بزاف، وخصوصا للوليدات هكا تتعجبهم، تتعجبهم السقطه من الاحسن نحضروا لهم حوايج نتاع الدار عارفين شنو دايرين فيهم، والمكونات ديالهم يعني معروفه بزاف، ما فيهاش ديك المضافات الغذائيه ولا الملونات. اذا كنبقاو مستمرين حتى تنساليو الكميه ديالنا كامل. اذا كما تلاحظوا معايا الحلوه ديالنا حنا شكلنا العجين كويرات متساويه. اذا هاد الكميه اللي وريتكم عطتني 30 حبه، يعني الا بغيتوا كميه اكبر تضاعفوا الكميه ديال اي دوك المقادير كاملين اللي قدمتها لكم. اذا كما لاحظتوا معايا درنا الفران كيسخن، دابا غادي ندخلوا الحلوه ديالنا للفران، راه ما تاخذش وقت طويل، غير مجرد ما تتشد راسها واللون ديالها كيتغير صافي كنخرجوها. اذا كما لاحظتوا معايا الحلوه ديالنا درناها في الفران، اذا في الاثناء ديالي غادي ناخذوا الشوكولات وغادي نديروا يذوب في البان ماري. اذا غادي نذوب هنايا الشوكولات البيض والشوكولات الاسود، غادي نستعملهم بجوج الديين، يمكن لكم تكتفيوا بشكل واحد، يعني راه الا درتوا غير الشوكولات الاسود حتى هو تيجي مزيان. غادي نديرهم في البان ماري، يعني هذه الحلوه راه ما تاخذش وقت طويل. وبالنسبه للبوفريت غادي ناخذوا وغادي نحكوا في الحكاكه، الا كنطحنوه في الخلاط حتى تنحصلوا على واحد البودر. اذا راكم عارفين هاد الحلوه هذه هشيشه ديال الكوفريت وبالنسبه للكوفريت غادي ناخذوه وغادي نحكوه في الحكاكه، ولا كندوزوه في الخلاط بسرعه تيتخلط، غير المهم نحصلوا على واحد البودر. السلام عليكم مره اخرى. يعني اخواتي هذه الحلوه ديالنا بعد ما خرجناها، نتوما تشوفوا كي جات دايره، ما تنطيبوهاش بزاف، غير تتقبض راسها وكنحيدوها. اذا هنا عندي الشوكولاته السوداء انا ذوبتها، اذا كنديروها في البان ماري. بالنسبه للشوكولاته البيضاء خليتها بلاتي باش ما تبردليش. اذا هنايا غادي نبقى ندوز هذه الحلوه هذه في الشوكولات ونعاود نهزها وندوزوها في ديك الباستا اللي حكيناها ونوضعوها في الطبق اللي غادي نقدمو فيه. اذا خص الشوكولاته يكون دايب مزيان باش يجينا ساهل بانه يلصق عليها، وكندوزوها كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى تنساليو الكميه ديالنا كامله. إذن أخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا بعد ما شكلناها. إذن كيبقى لكم الاختيار في طريقة التقديم، إما ديروا لها غير الشوكولات الأبيض بوحدو، إما ديروا لها الشوكولات الكحل بوحدو، تزينوها بالكورنفليكس، تزينوها بالكوفخيت، بالكوك، تقدموها هكا في الكويغطات، تتجي زوينة بزاف وكتجي هشيشة من الداخل. هانتوما تتشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي، يعني الا جربتوها راه ما غاديش يتعاود تخطاكم من الدار. اذا كما لاحظتوا هنا اما ديروها في الكويغطات تجي زوينه، ولا ديروها هكايا، يعني كما قدمتوها كتجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها مع وليداتكم، ولا عجباتكم ردوا عليا الاخبار، وشكرا لكم على المتابعه والدعم ديالكم الدائم، الى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.